السلام عليكم مشاهدين الكرام. يظهر على أن مسألة اختطاف المعارض الجزائري هشام عبود قضية كبيرة كبيرة بزاف وفيها أسرار كثيرة. وقبيلة في حلقة سابقة ذكرت بأنه الصحفي الاستقصائي الجزائري قال بأنه تم إنقاذ هشام عبود من طرف الدرك الإسباني وقال معلومات ونشرتها. ودابا غادي نجيب لكم واحد الحوار درته قناة المغربية مع المحامي ديال هشام عبود الأستاذ دليل السقلي مولاي عبد الجليل، وهو كيتحفظ بزاف على باش يدلي بواحد المعطيات وندهش لك المعطيات اللي جابها عبدو السمار، وكيقول بأنه واش هذا قاضي واش هذا في الشرطة القضائية، منين جاب هاد الأخبار. والصحفي في قناة المغربية كيحاول يسولو كيحاول يجبد منه المعلومات، هو كيهرب ليه. وغادي تسمعوا، غادي نجيب لكم يعني تشوفوا كاع يعني الحصة كاملة. الصحفي طبعا الغرض ديالو هو يجبد منه شي حاجة ويقلب على المعلومة، هو كيحاول انه يتفادى باش يجبد اسرار. ولكن بين الامور المهمة اللي قالها هو ان غدا الاثنين غادي تكون دوا صحفية مع 8 ولا 9 الليل ديال التوقيت الفرنسي، غادي يفتحوا فيها كل شيء. وربما يكون فيها هشام عبود، والمحامي كيقول لك ربما نتمنى ان هشام عبود يكون في صحة جيدة، بمعنى انه هشام عبود حي يرزق وراه في اسبانيا، وربما راه في الطبيب، ربما كيتعالج، ربما كضرب. اذا نخليكم تكتشفوا واحد مجموعة من الامور ودير قراءة ديالكم في هذا الشيء اللي كيقولوا المحامي الأستاذ دليل السقلي مولاي عبد الجليل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا لأخبار الصحفي هشام عبود، والذي اختفى عن الأنظار منذ أكثر من 3 أيام. آخر طبعا ما نشره الصحفي عبدو سمار يتحدث عن أن الأمن الإسباني وجد وعثر على هشام عبود، ولكن تحدث كذلك الصحفي عبدو سمار على أن هشام عبود تعرض للتعنيف والمعاملة القاسية من مجموعة عدد أفرادها 4 أشخاص. وعلى ما ورد في تسجيل له في قناته على اليوتيوب يتحدث على المحاولة اختطاف هشام عبود في برشلونة بإسبانيا. للوقوف على تطورات ربما أخرى وحيثيات أخرى معنا من فرنسا محامي الصحفي هشام عبود الأستاذ دليل مولاي السقلي المحامي من فرنسا. مرحبا بك أستاذ دليل، وشكرا لقبول الدعوة والمشاركة معنا بهذا الأمر. ما هي آخر الأخبار التي لديك بشأن ما تعرض إليه هشام عبود؟ شكرا. فيما يخص آخر الأخبار، فأول شيء أنا أريد أن أقول لكم عبر هذا القناة أن أول تعليق لما يعني تم التنطاق حول أحداث هشام عبود، فقلت باللغة الفرنسية أننا نبنسون، يعني أننا نظن أن هناك أشخاص وراء هذه العملية. اليوم ظهر علينا الصحفي الجزائري عبد السمار بأخبار لست أدري من أين يعني أو كيف تمكن على الحصول على هذه المعلومات التي هي سرية للغاية. بحكمك محامي وملزم باحترام سرية البحث بناء على الفصل 11 من القانون الجنائي الفرنسي، فلا يمكنني أن أؤكد أو أنفي ما جاء به الصحفي عبد السمار الذي تحدث بالتفصيل عن أشياء من الصعب الحصول عليها إلا إذا كنت عن قريب، سواء كشرطة قضائية أو كنيابة عامة. ولهذا ربما هناك إن شاء الله غدا إن شاء الله
ستكون أخبار إن شاء الله بعد الساعة الثامنة زوالا إن شاء الله مساء، بمعنى أن هناك ندوة صحفية ستعقدونها؟ هناك إن شاء الله ندوة صحفية ستعقد غدا إن شاء الله، وسوف ندلي بما وقع للأستاذ هشام عبود من محاولة اختطاف بإسبانيا، وسوف ندلي بطبيعة الحال بكل التفاصيل إلى حين ذلك. فلو أقول لكم أنني إلى هذه اللحظة لا يمكنني أن أقول أن هشام بخير أو أن هشام قد تم إبعاده إلى الجزائر أو إلى المغرب أو إلى تونس أو إلى أي دولة أخرى. كل ما أقول أن هشام الحمد لله هو الآن بإسبانيا، ولست أدري كيف مرة ثانية كيف حصل هذا الصحفي على هذه المعلومات الدقيقة. طيب لكن ما هي يعني على الأقل أن تفيدنا ببعض المعطيات في انتظار الندوة الصحفية غدا، هل تؤكد على سبيل المثال أن هشام عبو الآن هو بين يدي الأمن والشرطة الإسبانية على الأقل؟ كل ما أريد أن أقوله لكم الآن مباشرة على قناة مغاربية أن هشام عبود هو بطبيعة الحال بإسبانيا وهو حي يرزق، لكن هل هو يعني خارج أي خطر يهدد أمن أو جسد أو أي شيء من هذا القبيل؟ فلا يمكن أن أقول لكم أكثر من هذا. كل ما أقول هو أن هشام عبود هو الآن موجود بإسبانيا، وغدا إن شاء الله على أبعد تقدير على الساعة الثامنة أو التاسعة ليلا بالتوقيت الفرنسي سوف نقوم بندوة صحفية حول هذا الموضوع. هل تواصلتم أنتم معه أستاذ دليل على اعتبارك أنت محامي هشام عبود؟ أنا مع التواصل مع زوجة أستاذ هشام عبود وما بعد أصدقاء، لكن لم أتواصل بتاتا مع الأستاذ هشام عبود، وهذا بطبيعة الحال راجع إلى كون عبود هشام موجود بإسبانيا ولا يمكن التواصل معه. طيب هل حاولتم التواصل مع الأمن الإسباني للتأكد من سلامة هشام عبود والتأكد كذلك من هذه الأخبار التي تروج؟ قمت باتصال مع الأمن الفرنسي ومع الأمن الإسباني عن طريق صحفي إسباني. غدا إن شاء الله سوف نقوم بوضع شكاية جديدة هنا بفرنسا بغوبي. إلى حين ذلك فلست أدري يعني مرة ثالثة كيف تمكن هذا الشخص من الحصول على هذه المعلومات، وأنا استمعت إليه بطبيعة الحال. نعم. استمعت إلى ما قال هذا الشخص يعني تغربت من ما قاله، وتبين لي أنه حكم وقاضي في نفس الوقت. طيب يعني أنا هل أفهم من كلامك أستاذ دليل أنك تنفي هذه المعلومات التي وردت على الصحفي عبد السمار؟ ما قاله عبد السمار هو فهمتي الريسبونسابل دو سيدير. نعم. أنا كمحامي اليوم أقول لك أن هشام عبود هو بطبيعة الحال بإسبانيا. غدا إن شاء الله على الساعة الثامنة أو التاسعة ليلا سوف نقوم بندوة صحفية، وسوف يعني يتم نشر الخبر الصحيح من فم يعني المحامي أو الأشخاص المعنيين بالأمر. طيب هل ممكن تعطينا على الأقل خبر هكا شوية سكوب يعني يتعلق بقضية تعرضه للتعنيف ومحاولة الاختطاف؟ أخي الفاضل، أنت تعرف جيدا أن عند أي محاولة حتى في داخل لو دوا كومان فلما يتم يعني محاولة سرقة هاتف فدائما هناك عنف جسدي. صحيح. فما بالك بإنشان شخص يعني هو شخص عمومي سنون بيبليك معروف وإنسان يعني دائما يتعرض لهذا النوع، فهذه الطريقة لما يتعرض له شخص سياسي معروف بطبيعة الحال
هناك عنف سوف أبلي لكم غدا إن شاء الله بشهادة طبية إذا كان قد تعرض للعنف، وسوف إن كان حاضرا معنا إن شاء الله عبود فسوف يتكلم عن هذا العنف. لكن ما أتمناه هو أن يكون هشام بخير وأن يكون حاضرا غدا إن شاء الله كي يدلي بدلوه في هذه القضية، وأن يفند كل ما جاء به بعض الصحفيين الذين ربما يريدون فقط تغيير الاتجاه نحو اتجاه آخر. طيب أستاذ دليل، هل أفهم كذلك من كلامك أنه هناك احتمال أن يكون هشام عبود غدا في باريس أن يعود؟ كل الاحتمالات هي ممكنة، ممكن أن يكون بإسبانيا، ممكن أن يكون بفرنسا، وما هو أكيد وأنه عبود بأوروبا. طيب لكن عملية التواصل معه هل تتم بشكل مباشر أستاذ دليل؟ أنا كما قلت لك السيد الفاضل لم أتصل بهشام عبود ولو لحظة واحدة، كل الاتصالات هي مع زوجته ومع أبنائه وبعض الزملاء الصحفيين الذين يشتغلون مع هشام عبود. لم أتمكن إلى الآن من الحديث مع هشام عبود. هل طيب ما ورد عن زوجته، هل تقول أنه في المستشفى، هل هو عند الأمن، ماذا تنقل زوجته في هذا الأمر؟ زوجته أخبرتني أن هشام عبود تعرض بطبيعة الحال إلى هذه المحاولة اختطاف يعني. فإذا نعم. إذا كانت طنطاتيف دونليفمون فطبيعة الحال سوف يتم الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية الإسبانية، وإذا كان قد تعرض للعنف فبطبيعة الحال سوف يعرض على الطب الشرعي، والطب الشرعي سوف يحدد مدى خطورة الاعتداء، هل هو فوق 8 أو أقل من 8 أيام، بناء على هذه الورقة الطبية الممنوحة من طرف الطب الشرعي سوف نقوم نحن بكذلك بتقديم شكاية إلى النيابة العامة بمدريد وبفرنسا إن شاء الله. أستاذ دليل لأختم معك، يعني الأيام الثلاثة على الأقل التي كان فيها مختفيا ثم بعد ثالث يوم بدأ بعض أصدقائه أو بعض من يعرفه بالحديث في هذا تحديدا أمس السبت أنه مختفي منذ ثلاثة أيام، هل هذه الفترة الأيام التي يعني اختفى فيها هل كان بحوزة الشرطة أم كان بحوزة المختطفين أم ماذا بالضبط؟ كما قلت لك سيدي، إذا كانت هناك محاولة اختطاف بطبيعة الحال وإذا تم إيقاف الأشخاص المعنيين فالشرطة هذا شيء طبيعي سوف يتم نقل الضحية إلى المستشفى وعرضه على الطب الشرعي، وإذا تم إلقاء القبض على الأشخاص المعنيين لبيرسون ميز أون كوز فبطبيعة الحال سوف يتم الاستماع إليهم في إطار الحالات النظرية في إطار القانون الجنائي الإسباني، وسوف يتم إذا كانت هناك يعني جلسة أو استنطاق أو شيء من هذا القبيل فبطبيعة الحال فإذا كان شخص يعني عبود قد تعرض للتعذيب فسيكون بالمستشفى ويمكن للشرطة الاستماع إليه داخل المستشفى. هل تم إيقاف الذين حاولوا اختطافها أستاذ دليل؟ هناك أخبار تقول أن هناك أربعة حسب الصحفي عبد الصمد قال أن هناك أربعة أشخاص ولم يدلي بالجنسية، فأنا أكيد أنه بما أنه تمكن من هذه الأخبار فهو يعرف من هم هؤلاء الأشخاص. فغدا إن شاء الله كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إن موعدهم الصبح أي الصبح بقريب، غدا إن شاء الله الصبح قريب، غدا إن شاء الله على الساعة 8 سوف نقول كل الأخبار الصحيحة المتعلقة بهذه المحاولة الاختطاف، ومن هم الأشخاص الذين كانوا وراء هذه المحاولة، وهل تم إيقاف الأشخاص
الى غير ذلك. فانا مع كامل الاسف انا 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 اعلم انك انت صحفي وتريد الخبر، لكن انا كمحامي فانا ملزم باحترام سريه البحث وباحترام سريه التحقيق، فلا يمكن لي ان ابوح باي شخص حتى ولو كانت لدي معرفه، فلن ابوح اليها بهذا لا واضح واضح. ونحن لا نريدك ان تتجاوز القانون استاذ، يعني اكيد يعني، بس اسئله، هل يمكن ان عبد السمان يكون مصدره هي عائله هشام عبود؟ أنا أنفي هذا الخبر. كيف؟ نفي، هذا نفي قاطع. يعني عائلة يعني عبد سمار الصحفي الجزائري لم يتلقى هذه المعطيات من عائلة هشام عبود. أقول هذا بكل صراحة، مستحيل أن تكون زوجة عبود أو أبناء عبود أو أصدقاء عبود قد اتصلوا بعبد سمار وقالوا له الأخبار، مستحيل. نعم، هناك محاولة هو للتواصل حتى من بعض الأطراف الأخرى بالعائلة، ولكن دائما العائلة ترفض الحديث في هذا الموضوع وكانت دائما رافضة لذلك. إذن ما هو أهم ما سيتم الإعلان عنه غدا في الندوة الصحفية أستاذ؟ عناوين هكذا سريعة. سريعة، أول شيء أتمنى أن يكون معنا هشام عبود وهو بصحة جيدة. ثاني شيء أن يكون هو الناطق الأساسي حول ما تعرض له من محاولة اختطاف، حول الأشخاص الذين حاولوا اغتيال ديالو وفي أي مدينة تم نقله من برشلونة إلى مدينة أخرى. فهناك أخبار كثيرة، مع كامل الأسف أنا ملزم باحترام السكري دو لانسبسيون دو لانكيت. فهشام عبود إن شاء الله أتمنى من القلب الخالص أن يكون غدا حاضرا معنا إن شاء الله كي يوضح كيف تمت هذه العملية، وكيف تم تدخل رجال الأمن الإسبان، وكيف تمكنوا من الحصول أو من إيقاف هذه الأشخاص، وإين هي المسطرة إلى غير ذلك. فكل هذا متعلق بحضور هشام عبود غدا إن شاء الله مع عدد حضوره. أستاذ دليل، سفر هشام عبود هل كان من فرنسا باتجاه إسبانيا أم من بروكسل باتجاه إسبانيا؟ وهل كان نعم كان من مدينة روبي إلى لاغار دو ليل أوروب، من لاغار دو ليل أوروب عبر بلجيكا ثم بلجيكا إسبانيا. طيب هل كان وحيدا ولا كان معه في رفقة أفراد آخرين؟ أنا كنت معه في آخر لحظة فكان وحيدا في فرنسا، كان وحيدا يعني ذهب باتجاه إسبانيا وحده. طيب لكن ربما أفهم من كلام حضرتك أستاذ دليل أنه المجموعة حاولت نقله من برشلونة إلى مدينة أخرى. نعم. ممكن نعرف هذه المدينة التي حاولوا نقله إليها ولماذا؟ غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله سوف تعرفون المدينة التي تم، غدا إن شاء الله سوف تعلمون اسم المدينة التي تم اختيارها لها هشام عبود. طيب هل لديك أنت كمحامي تفسير يعني لماذا حاولوا نقله ولماذا لم يتفاعلوا وتعاملوا معه في نفس المدينة التي اصطدموا فيها معه أو عنفوه كما تقول بعض الروايات فيها؟ لماذا حاولوا نقله لمدينة أخرى برأيك؟ هذا 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 تحليل شخصي وليس نعم. وليس حقيقة. نعم. أنا كمحامي فإذا كانت هناك محاولة اختطاف فهذه المحاولة يتم الإعداد إليها أسابيع وأشهر، فربما هؤلاء الأشخاص قد علموا بقدوم هشام عبود وكان لهم موعد بإسبانيا، فربما هؤلاء خططوا لمحاولة اقتياد هشام عبود إلى دولة أخرى عن طريق البحر. واضح أستاذ دليل، لا أريد أن أطيل معك، كما أشرت أنت غدا ستكون هذه الندوة وربما يكون فيها تفاصيل أخرى. إذن إن شاء الله هشام عبود الأغلب أن يكون حاضر في هذه الندوة أستاذ. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون حاضرا وبصحة جيدة. شكرا جزيلا لك أستاذ دليل مولاي السقلي المحامي أو محامي الصحفي هشام عبود، كنت معي من فرنسا، شكرا لك على هذه الإفادة.